أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الأستاذ رائد من سكندك سبورتس أكاديمي. أهلا أستاذ رائد. أهلين بك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى البداية تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع الأكاديمية. نعم، أنا يعني سكندك سبورت أكاديمي هي تأسست بال 2019، وأنا من المؤسسين لها بجانب شريكي اللي هو احنا اثنين، يعني كنا سكننا بالدنمارك وبسكندنافيا لفترة سنين طويلة، فأخذنا يعني من الاسكندنافيين طريقة العمل وال زي ما بيقولوها انه كيف هاو تو جيف اتنشن تو ديتيلز، عرفت علي كيف؟ فكل هاي الشغلات يعني حبينا انه احنا ان يعني لما جينا على الامارات انه ان نفتح يعني اكاديميه فيها نوع من التاتش اللي هو الاسكندنافي. جميل جدا. استاذ رائد، ممكن تحكي لنا المزيد عن الخدمات والرياضات والتدريبات اللي بتقدموها؟ ما هي الاعمار اللي بتستقبلوها عندكم في الاكاديميه؟ نعم، احنا عندنا بالاساس يعني هي تاسست الاكاديميه اساس اكاديميه السباحه، وهي امتداد لاكاديميه كانت موجوده عندنا بالدنمارك. فهاي اللي هي الاساس اللي هي السباحه، ولكن في نشاطات ثانيه خاصه مع الحضانات زي فيتنس كيدز، يوغا، مارشال ارت. يعني في اكثر من جانب احنا شغالين عليه وبنطور النشاطات كل يوم يعني. جميل جدا. استاذ رائد، لو حبينا نحكي عن التميز، كيف تميزتوا وكيف تميزت خدماتكم عن بقيه الاكاديميات؟ نعم، زي ما بتعرف في اكاديميات كثيره موجوده بالبلد، ولكن النقطه اللي شفنا يعني ممكن نتميز فيها اللي هي اول شيء عمليه التدريب تصير بطريقه اكاديميه، اللي الاهالي والشخص اللي بيجي للتدريب يعني يحس انه بيستفيد من التدريب. برضه لازم يكون في جانب مرح يعني موجود خاصه عند الاطفال لما بصير التدريب. برضه اللي هي مساله السيفتي واللي هي التزام بالمواعيد والهاي، يعني هاي من اساسيات الاكاديميه. بجانب الجانب الرئيسي اللي يعني بشكل بآخر وقت ركزنا عليه بشكل منيح اللي هو البيبي سويمينج. البيبي سويمينج يعني موجود بالبلد، ولكن له طريقة خاصة وله طبيعة خاصة، يعني بجانب انه الكوتش تبعنا يعني هو متخصص حامل ماجستير في التربية الرياضية، وعنده يعني التكنيكالز انه يعمل هذا البيبي سويمينج. جميل جدا. متواصلين مع الكوتش احمد المتخصص في البيبي سويمينج بالاكاديميه. اهلا كوتش. اهلا وسهلا بك يا فندم. بدايه شكرا لتواجدك معنا، ونتمنى تخبرنا المزيد عنك وعن البيبي سويمينج والتخصص اللي تخصصته فيه بالاكاديميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا وسهلا بكم، شرفتونا النهارده بلقائكم. معاكم احمد جمال قاسم، مدرب سباحه ماجستير متخصص في التربيه الرياضيه تخصص سباحه، بدراسه خاصه بسباحه الرضع الأولى من نوعها في الجامعات المصرية بل والعالم العربي، ودلوقتي محاضر دولي متخصص في تأهيل وتعليم الأشخاص الراغبين في العمل كمعلمين سباحة للصغار أو للأطفال الرضع. معاكم النهاردة في أكاديمية سكاندك أكاديمي بندرب وبقينا بنهتم بالبيبي سويمينج والأطفال الرضع، وطبعا ده مجال كتير جدا بقى محبوب ومحبب لأولياء الأمور، ولكن بعض أولياء الأمور بيكونوا على عدم دراية أو فهم كيف تجري هذه الدروس، وفي تخوفات كتير منهم من شرب المية للأطفال أو أي حاجات ممكن تحصل خطرة للطفل، ولكن ده غير صحيح وفي فهم كتير احنا عايزين نوضحه لولي الأمر. إن شاء الله ممكن خلال الحلقة دي نوضح بعض الأمور. كوتش، ممكن تعطينا مزيد من التفاصيل على التدريبات والتمارين اللي بتقدموها خلال الدروس في المسبح؟ هو اللي عايزين نوضحه للدروس الفرق ما بين السباحة العادية اللي احنا بنشوفها وسباحة الرضع. السباحة اللي احنا بنشوفها دي اسمها السباحات القياسية،
في فرق كبير وما بينها وما بين سباحة الرضع. سباحة الرضع هو برنامج معمول مخصوص للأطفال من سن شهرين لحد 3 سنوات، بنعلمهم مهارات البقاء على قيد الحياة، إزاي ينقذ نفسه في وقت إن هو يقع في المية. دي الفرق ما بين السباحة القياسية وسباحة الرضع. شكرا جزيلا كوتش. متشكر جدا. أستاذ رائد، لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو الخطط المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للأكاديمية؟ نعم، الخطط المستقبلية طبعا نتوسع، احنا موجودين بدبي بأربع مواقع، ولكن الهدف انه نتوسع اكثر طبعا، يعني برضو مركزين على مسألة الحضانات بجانب، وبرضو نعمل بارتنرشيب مع كلب أوروبيين هنا مشان يعني بآخر فترة عملنا يعني بارتنرشيب مع جيرمان إماراتس كلب، ويعني نتأمل إنه نتوسع بهذا المجال ونضيف نشاطات تانية برضو للأكاديمية. نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح أستاذ رائد. الله يخليك. بالنهاية أستاذ رائد، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الأكاديمية. نعم، التواصل مع الأكاديمية طبعا عبر السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك والإنستغرام، ممكن إن نحط اللينكس، وبنفس الوقت على تلفون اللي هو تلفون الأساسي اللي هو 050-427-5730. شكرا جزيلا أستاذ رائد، ونتمنى لك والجميع طاقم العمل في الأكاديمية التوفيق والنجاح. شكرا كثير، شكرا على هاي الفرصة اللي أتحتوهم إياها، وإن شاء الله يعني بنكون عند حسن ظن الجميع. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.